الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. يا رب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. آمين. وحب عمل يقربنا إلى حبك. آمين. واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من محبة الماء البارد الكبد الظمأ. آمين. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها. آمين. وحبب إلينا لقاءك يا رب. واملأ اللهم أفئدتنا شوقا إليك. آمين. حتى يخفف هذا الاشتياق من برحاء الموت علينا. آمين يا رب. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك. آمين. حتى نلقاك وأنت راضي عنا. آمين. أنت راضي عنا. فرج اللهم على عبادك فرجا قريبا 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 يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعل عودة عيد الأضحى المبارك مقرونا بعودة الأمن. آمين. والسلام. آمين. تدخلهما في ربوع شان وتدخل فرحتهما في قلوب عبادك رجالا نساء صغارا كبارا. أنت أهل لذلك يا رب. أنت أهل. أنت أهل. أنت ربنا القادر على كل شيء. أسألك اللهم أن تستجيب. أسألك اللهم الاستجابة. أسألك اللهم الاستجابة. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.